ليه بس؟ هو الانتقام ملوش نهاية؟ الحكاية مش حكاية انتقام يا نهد، دول ناس عايزين يثبتوا للبوليس انها راجل مجنون، كل ده عشان يحموا نفسهم من حاجة أنا مش عارفها. والعمل دلوقتي؟ مفيش غير إننا نهاجر أو نسلم إننا مجانين، وإن كل كلامنا اللي قلناه ده كان مجرد تهيؤات، يقوم المحضر يتحفظ وينتهي دور البوليس.